بروح ل ل ل مشاري. مشاري انت دهان، كم صار لك اللي ما يقارب 4 سنوات؟ وين بديت؟ اول ما بديت في منطقه تبوك طبعا. انا من منطقه جيزان. اي بدايه العمل قصتي اخوي الله يحفظه فتح محل دهانات واتصل عليه قال يبغى عامل دهان، قلت له انا بشتغل لاني عاطل على العمل افضل من اكسب خبره. رحت من الجنوب للشمال لتبوك واشتغلت، جلست ما يقارب 7 شهور في البيع والشراء. تعلمت اتقنتها من الصفر للمية ما شاء الله. بعد كل ما جاء زبون بيشتري مواد يعني يرجع ما يشتري بسبب انه ما يجلسوا عندنا عماله الدهانين العمال. فدخلت في مخي الشغله هذه، فقلت بتعلم. بديت اتابع في اليوتيوب طريقه الشغل. اول ما بديت اشتغلت غرفه، جاني زبون طلعت اشتغل له، طبعا سالني سعودي قلت له لا انا من السعودي. ليش؟ مو ما هو خجل، لانه باقي ما في ثقه، ما في سعودي يشتغل الشغله هذه. فبديت اشتغل واحده واحده حتى اتقنت الشغله. بعد اول زبون عرف اني انا سعودي قلت له، بعد ما اشتغلت ناسب الشغل ما شاء الله انبسط، قلت له انا سعودي، ما صدق. برزت له الهويه اعطيته، والله انه باس راسي ما شاء الله في تبوك. استاهل. اي والله. فبدا رقمي يتداولوه في كل مكان، والحمد لله اسوي اعلانات في السوشيال ميديا، تجيني اتصالات بشكل يومي من جميع مناطق المملكه لحد الان الحمد لله. انت عندك محتوى تقدمه في السوشيال؟ عندي في اليوتيوب، بدات لي دحين شهرين، واكثر شيء تويتر، انزل شغلي في تويتر في سناب شات. طيب انت هذا قبل كم سنه؟ لي 4 سنوات الحين. 4 سنوات. الان وين استقرارك؟ حاليا بجيزان. جيزان. طيب صار عندك مؤسسه صغيره ولا لازلت فرد؟ دحين لا زلت فرد، ويجيني بشكل شبه يومي او اسبوعيا اعمال كثيره ما شاء الله. ما يقدر يشتغلوها الا اقل شيء 10 اشخاص. فاعتذر لان ما عندي اي احد، العماله يرفضوا يشتغلوا معي باليوميه. فدحين في خلال الشهرين هذه باذن الله بحاول افتح مؤسسه واستقدم عمال يكونوا تحت ادارتي وانا مشرف عليهم، باشتغل باذن الله. ضروري لا تاخر لانه إيه؟ طب دخلها كيف هذه؟ دخلها جدا حلو، خصوصا في المدن الرئيسيه الرياض جده. يعني كم؟ اعطيني مثلا متوسط. لو انا في دحين موجود في الرياض اتوقع ان دخلي في الشهر ما يقل عن 15,000. هذا اقل شيء، لان بشكل شبه يومي تجيني اتصالات من الرياض. جميل. طيب فهد الحين اول ما يقولون فني الصيانه مثلا سعودي ولا يقول هذا يروحون على الموبايل. لا بدون موبايل الحين مستغربين من انا يسمونه محمد الهندي. ليه؟ انا اشتغل ببدلتي الكترونيات، غريب يعني سعودي. وانت تلفزيونات وانت تسوي نفسك تكمل على انك هندي؟ وش اسوي؟ لازم ترى تعيش. لا اذا سعودي ما يشتغلون معك والله تجين صدمات كثير. اي والله يا اخو خالد. طيب خلينا بنتكلم عن الصدمات، لكن كيف انت دخلت في هذا العالم؟ والله من الفشل. فشلت بدراسه بمتوسطه 9 سنوات. اي 9 سنوات جلست. 9 سنوات ساقط. حولوا لي الخبرون ورجعوا مره ثانيه باهليه بقروش ويلا نجح. اي والله. فما لي شغل، بديت احوس وادوس اخرب رواد ومسجلات بالبيت، واستمريت بكذا. الان ازين بروجكترات سينما جوال اي اجهزه الكترونيه تلفزيونات ما شاء الله. كم صار لك سنه؟ لي الان تقريبا 18 سنه وتسطر. استقرارك وين؟ بالقصيم. شغلك هناك عندك محل ولا فرد تروح؟ والله كنت اشتغل بالملحق. ملحق بيتكم ورشتي ودنياي بالملحق. الى الان؟ لا الان اخذت لي محل رخيص بوسط الدير عشان اجيب حست من حق البيت هناك دخلوا. طيب كيف المداخيل؟ والله ممتاز جدا. متفرغ انت للموضوع؟ والله امسك اشغال ثانيه يعني. بس اي شيء يجي معه. زي ايش؟ اي شيء تبين اقض بيت قضيته ما عندي مشكله. اي والله يسوي اسهل انك تهد من انك تبني ترى. اي والله. لكن الكترونيات كلها الحمد لله الشكر ماشي بها، ويعتمد على الله ثم على هالسناب. سناب ايش تسوي فيه؟ أنا أسجل أي شيء يصلحه زي كذا، ما عاد يجينا طلبات الحمد لله والشكر. هو اللي خلانا أشتغل زي. وش أغرب طلب جاك؟ كثير والله. طيب كثير عطنا واحدة. يعني مثلا أغرب طلب، أغرب شيء صلحته ولا طلب منك إنك تسويه في مجال تخصصك هذا. كان بروجكتار حق سينما. طبعا سعره حوالي 95,000. سينما كبير حق فندق هيلتون. كشيت اول ما شفته، من اول ما شفته كشيت، اول مره يمر علي. فكان العطل بوه البورده هو اللي خلانا كش يعني، خدت منه ومشيت الامور.
كذا. صلحته ولا لا؟ والله تقريبا 90% ان شاء الله انه ما في 90 صلحته. لا 90% ان شاء الله لان القطع حقته ما توفرت. فالمشكله فيهم. اي المشكله فيه. طيب وفي واحد ب 45 زينته هنا عندكم درا ملاحظه. ممتاز ممتاز.